في زمن سيطرت عليه المادية وحكمته المصالح البشرية، فكان لابد من إحياء العواطف الإنسانية وإحياء للمشاعر. لذلك بحثنا فوجدنا الحب هو اللي بيرجع لنا كل هذه المشاعر. بحثنا عن الحب لقينا الحب واضح جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حب متبادل ما بين الإنسان المؤمن، النبات، الحيوان، علاقة حب متبادل بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وكل الكائنات، حب متبادل، حالة حب. على باب السلام أنخت رحلي وفي خير الأنام بسطت آملي. على باب السلام أنخت رحلي وفي خير الأنام بسطت أملي وألقيت السلام على حبيبي وألقيت السلام على حبيبي وألقيت السلام على حبيبي وعاد الفرع في شجن لأصلي وغبت فلم أراني في ضياه وغبت فلم أراني في ضياه وطبت فلم أراني في محلي وغبت فلم أراني في ضياه وطبت فلم أراني في محلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم. حالة حب المنبر الشريف، مش بس الجزع حن ومش بس أحد اهتز ومش بس الحصيات سبحت والسماء جادت بما عندها، لا كمان المنبر بعد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتلاه ووقف عليه يحدث الناس بكلام الله، هنسمع النهاردة ان المنبر كمان حصل له ذلك الوقت وذلك الحال من الحب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الهيام وهذا الاصطلام وهذا الوجد العجيب. يبدو ان النبي عليه الصلاة والسلام له اثر على الاشياء، له تأثير عجيب في المحبة على الاشياء. ما من شيء مسه صلى الله عليه وسلم والتصق به ودخل فيه واقترب منه إلا حصلته حالة وجدانية. حتى الأخشاب من شوية الجزع كان بيئن له، من شوية أحد كان بيهتز طربا له، لكن سيدنا عبد الله بن عمر بقى النهاردة في رواه الإمام مسلم بيقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف يقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يهتز تحته المنبر. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول فخشيت أن يسقط به، يعني كمان نضيف على حالة الحب دي حالة خوف سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي على هذا الايه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنبر كان حريص على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول بقى فما أن سكت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سكن المنبر. يعني ده الحال ده بيحتاجه كتير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ كلام الله، أنتوا عارفين سيدنا النبي الله قال له
فإنما يسرناه بلسانك. يعني المتكلم الآن إذا غابت الحجب، إذا انمحت الأغيار، والإنسان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وكأنه يسمع عن الله. فمعذور المنبر لما يتواجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عبد الله بن عمر يقول خفت عليه لحسن يوقعه، لكن المنبر كان حريص على النبي صلى الله عليه وسلم، هو تمايل واضطرب واهتز وتفاعل مع كلام الله عز وجل دون أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن سكت إلا وتوقف وثبت في موطنه. يا شباب، يا جماعة، يا أحباب، يا إخواننا، كم مصحف في بيوتنا عليه تراب؟ كم كتاب من كتب السيرة قرأت؟ ما شغلتش نفسك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمر ضاع سبهللة، ولم يكن بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم محبة. عايزين نقول للأجيال اللي طالعة بتضيع أعمارها في تقليد الغرب، التقليد الأهوج للغرب، والتشبه بحضارات الغرب، كل هذه الحضارات يا عباد الله، يوم خرج نوره صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوجود سجدت وثبتت وانطوت جميعا في حضرته صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول النبي الذي تكلم عن الله. عايزين نرجع لكلام ربنا، ونرجع نحب سيدنا النبي، ونرجع نتعلق بحضرة النبي، ونتعلق بالقرآن، ونملى بيوتنا قرآن، ونملى بيوتنا بركة، ونأدب ولادنا على حب النبي، والتعامل مع النبي، والتعايش في كنف النبي، والتعايش في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوج هذا الزمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوج قلوبنا يا عباد الله إلى الحب، ما أحوج حياتنا إلى الحب. هذه المشكلات العضال التي عجز الساسة والخبراء النفسيين والاجتماعيين وخبراء الدنيا في حلها، والله ما لها علاج إلا علاج واحد، العودة والرجوع فورا للتعايش في كنف الحبيب النبي بحب، حالة